مركز سنابل لزراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب. بعد يوم طويل وشاق من العمل، كنت عائدا إلى منزلي راكبا المترو في فترة المساء. كنت متعب جدا لدرجة أنك لو سألتني عن اسمي في ذلك الوقت ما كنت لأتذكره. يعني تخيل الاسم الذي أذكره عليكم في كل فيديو ما كنت لأتذكره. فكما تعلمون المترو يقف بين كل محطة وأخرى ليصعد وينزل الركاب. فوقف المترو في إحدى المحطات البعيدة عن منزلي، ودخل مجموعة من الركاب من بينهم عجوز تقريبا عمره 70 عاما. فاستمر ذلك العجوز بالتقدم نحوي إلى أن وصل إلي ووقف بمحاذاة مقعدي، فشعرت أنه من الاحترام أن أجلسه مكاني كون أنه لا يوجد مقاعد فارغة في المترو والمكان مزدحم. وهذا التصرف الذي يمنيه علينا ديننا، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهممت طالبا منه أن يجلس مكاني، ولكنه رفض وقال لي بابتسامة جميلة: أنا ما زلت شابا يا أخي. فقلت في نفسي: والله أنت أدرى. يعني أنا أساسا متعب. وعدت مكاني. ثم في اليوم التالي وعندما كنت بكامل نشاطي، أخذت أفكر بموقف البارحة وكيف ذلك العجوز الذي ما زالت روحه شابة. فوجدت نفسي غارقا في التفكير، فأحببت أن أشارككم وأستفيد من آرائكم. أنت، نعم أنت، أخبرني كم تشعر أن عمرك يجب أن يكون الآن. مثلا ترى بعض الأطفال إذا كلمته تجده رجل أمامك، رجل على هيئة طفل. هذا الطفل إذا سألته تجده يشعر أن عمره يجب أن يكون أكبر من عمره الفعلي، صحيح؟ أو تجد بعض الكبار في السن إذا خالطته وجدت روح الشباب ما زالت به. أنت أين من هؤلاء؟ أخبرني كم عمرك الروح الذي تشعر به الآن. في زاوية الشاشة هنا يوجد أيقونة، اختر الجواب المناسب لك من فضلك. أنتظرك. تمام. في حال أجبت بأن عمرك الروحي أكبر أو أقل من عمرك الفعلي، فهذا يدل أنك تتفق مع جملة أن العمر مجرد رقم. وفي حال أجبت بأن عمرك الروحي هو نفسه عمرك الفعلي، فهذا يدل أنك لا تتفق مع هذه الجملة. اتفاقك أو اختلافك له مدلول مهم في شخصيتك، أخبرك عنه في نهاية الحلقة. أحبتي في الله، هذه الحلقة عبارة عن بحث علمي وتحتاج تركيز منك، وأنت ما شاء الله ذكي، فقط ركز معي. العمر مجرد رقم، ماذا يعني ذلك لك؟ يعني أخي الحبيب أختي الفاضلة، مهما كان عمرك الفعلي الآن، هذا العمر تأثيره قليل على واقعك المستقبلي، وأن بإمكانك التغيير للأفضل متى شئت. فالعمر ليس مانعا أو حاجزا أو مقيدا لك، ولكن مع الأسف تجد الكثير من الباحثين لا يتفقون مع هذه الجملة، ويركزون على أن فترة الشباب هي فترة تحقيق الأهداف. فإذا مر الشباب دون إنجاز يذكر، يعني أنك إنسان فاشل، وأن كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان لها إنجازاتها المحددة التي لا يمكن أن تنجزها إلا في فتراتها. صراحة هذا الأمر أزعجني ولم يطابق المنطق السليم، فقررت طرح استطلاع رأي على صفحتي على الفيسبوك والإنستغرام حول هذه الجملة. وجدت أن 35% من الأصوات لا تتفق مع هذه الجملة من أصل 15,000 صوت، و 65% يتفقون. وهذه مشكلة كبيرة برأيي الشخصي، لأنك بذلك تفقد الأمل في نفسك وبقدراتك في المقام الأول. نلاحظ أن العظماء الذين مروا على هذه الدنيا بدأت إنجازاتهم بعد 40 عاما، وقاموا بأعمال تحتاج طاقة الشباب، ولكنهم نجحوا في ذلك. وعلى رأسهم أفضلهم وأكرمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغه 40 عاما وبدأ بالدعوة. ونجد على الطرف الآخر أشخاص حققوا إنجازات كبيرة جدا عن عمر صغير جدا، إنجازات تحتاج سنين طويلة من العمر الفعلي، ولكنهم أيضا نجحوا في ذلك، من رجال أعمال وفنانين وهو إلى آخره، مثل مؤسس فيسبوك وسناب شات إلى آخره. الفكرة أحبتي في الله ليست في التقييد الزمني للعمر، بل في النضوج الفكري للمرء. لذلك كن متفائلا واثقا من نفسك، وتوكل على الله في قيامك وقعودك، هكذا تحقق الفوز العظيم. يوجد حالة واحدة فقط من خلالها يمكنك عدم الاتفاق مع جملة أن العمر مجرد رقم، يعني برأي الشخص المتواضع، وهي من ناحية لغوية. كيف؟ في اللغة الرقم يعبر عن وحدة واحدة منفصلة، مثلا ما لعبك المفضل، ما رقم لعبك المفضل، ما رقم سيارتك، 5, 6, 3 مثلا، وحدات منفصلة عن بعضها البعض. بينما العدد يعبر عن مجموعة وحدات مرتبطة، مثلا ما عمرك، 15, 25 سنة وهكذا.
فلو تلاحظ في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال كم لبثتم في الأرض؟ عدد السنين، تم استخدام كلمة عدد، يعني العمر ليس مجرد رقم، العمر مجرد عدد. أتمنى أن أكون قد أوصلت الفكرة لكم. في النهاية أحبتي في الله، أعمارنا أعمالنا كما يقول المنشد. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وأتمنى أن نوصل هذا الفيديو إلى 30,000 إعجاب لتعم الفائدة، ودمتم في أمان الله.